من وقت ما شفناها بستار أكاديمي تميزت لارا بخط خاص فيها إن كان بالفن أو حتى بالستايل، وبوجود السوشيال ميديا صارت كمان من بين الإنفلونسرز خاصة بعالم الموضة، مع أنه هي ما بتحكي في الموضوع دايركتلي. وعدد كبير من الناس بيتابعوها مريم، وتخطى عددهم 300,000 شخص، وهم مهتمين بأجدد إطلالاتها. ولارا كتير بتحب أنها تنوع بستايلها، فأحيانا بنشوفها بستايل سيمبل وأحيانا بتكون بستايل جريء. ولما قابلناها سألناها تفاصيل أكثر عن خياراتها. I'd say I'm more on the classic side. Simple but not plain. في فرق ما بين الاثنين. Okay. Young. I love elegant cuts. ويلي بتابع لارا على السوشيال ميديا بيشوف التنوع بالقطع والفابريكس يلي بتختارهم، وحبها للفاشن يلي بلش من زمان. تذكرك لما كنتي تين كيف كان ستايلك أو شو كنت أكثر شيء بميزك؟ كان عندي فيزز. Okay. فيز. I was شعار اللبس. No, I was very into Avril Lavigne. فكان all black and jeans and everything dark وكل حاجة غامقة وحاجات كده. وبعدين طلعت من الفيس بقى وكنت بموت في الألوان. بعدين في شيء you regret هلا مثلا when you go back and think oh my gosh like كنت بتفرجي على صورك؟ مثلا بالنسبة لي فاكرة كان في وقت in shoulder pads, the 80s shoulder pads were insane. دلوقتي people still do it from time to time but it looks out of place شوية. بس كان في وقت I remember in my music videos there was always big shoulder pads, الخواتم اللي لغاية فوق. لكن هيدا ما بيمنع انها كانت ستايلش بكتير من اطلالتها، وكانت مثل الاميرات بعرسها الاسطوري لما لبست فستان من تصميم زهير مراد، وبعد العرس بيوم احتفلت بثيم من سيسلي. I think انت هلا recently احتفلتي بذكرى زواجك الاول. ايوه صار لك سنه. بقالي سنه متجوزه. Congratulations. Thank you. اكيد اول سنه بتكون هيك غريبه وصعبه وفيها كثير قصص حلوه. بس في ثانيه يعني كنت actually النهارده لسه بكلم حد بقول لهم انا متجوزه بقالي سنه متجوزه، بعدين قلت لنفسي اذا سنه. انه you guys are very romantic بتحبوا تضلكوا لحالكم. احنا من النوع بنحب نبقى حوالين الناس اللي that are close to us. يعني عندنا like an inner circle of close friends. And I would say actually nice, we live a lot for our friends and our family. Like we like that vibe. وأكيد لارا مكملة بمشاريعها الفنية وعم بتحضر لشي جديد خبرتنا عنه حصرياً. So انتو أول ناس تعرفوا بحضر project لذيذ قوي بالنسبة لي. بسميه 3 single projects. It's 3 singles and I'm خلاص مش عايز أعمل albums anymore. Okay. وحيكون طبعاً بالعربي؟ مش بالإنجليزي. لا خلاص بقى بالعربي. واو دخلنا بقى في الدايركشن. ومن بين هالثلاث أغاني في سينجل صار قريب من مراحل التسجيل. الثيم تاع اللحن حيكون رومانتيك فيو بيت رقص. So it's definitely gonna be fun. Flirtatious. Okay. مع جان ماري رياشي لطول الوقت بشتغل معاه. Actually خلصنا الميوزك دلوقتي بنشتغل على الكلام. حلو. وهنبتدي بقى لما نسجل الأغنية نبتدي نشتغل على الميوزك فيديو. طبعا هالفترة انشغالتها كثيرة، لكن دائما بتخصص وقت للعائلة، وشفناها قضت أجازة مع زوجها فيليب بمناسبة ذكرى زواجهم الأولى وكانوا معاهم أصدقاء.